الآن معنا من جنوب لبنان السيدة كانداس أردال نائبة المتحدث باسم قوات اليونيفال. سيدة كانداس أهلا بك، كيف ترصدون الوضع الآن على نقاط التماس في بين الجنوب اللبناني وشمال إسرائيل؟ مساء الخير. قوات حفظ السلام تراقب الوضع على الأرض بينما نتحدث، وهذه الصباح مثل التصعيد تصعيد كبير ومحتمل أن يكون خطر، ولكن عمال حفظ السلام يواصلون العمل ونحن نقلق بشأن ما يحدث. واليونيفيل كانت تتواصل مع السلطات على جانبي الجولان في لبنان وإسرائيل لكي يحثوا الجميع من هم منخرطين على خفض التصعيد وتخفيض التوترات. الآن الوضع أهدأ مما كان في الصباح، ولكن ما رأيناه في الصباح يمثل وضع مهم وخطير، ونحث الجميع ممن هم منخرطين في تبادل النيران بأن يوقفوا إطلاق النار وأن يعودوا إلى وقف العداوات وتطبيق قرار 1701 وهو المسار الصائب. نعم، حجم وشكل الجهود التي تقومون بها في هذه الأثناء لتهدئة الأوضاع على هذه الجبهة، هل يمكن أن تصفي لنا شكل هذه الجهود؟ حظينا أو كان لنا 10,000 من قوات حفظ السلام في 49 دولة ملتزمون بتأمين واستقرار الصفوف الأمامية، وقوات حفظ السلام تواصل مراقبة الوضع ويقومون بهذا من خلال أنشطة مهمية مختلفة من خلال زيادة الدوريات المستقلة إلى جانب القوات المسلحة اللبنانية. نراقب الوضع ونواصل تقديم التقارير لمجلس الأمن في الأمم المتحدة، وسيأتي تكليف لتجديد مرة أخرى قريبا، وهذا تكليف مهم لتحقيق الأمن والسلام في جنوب لبنان. وقوات حفظ السلام موجودة وتواصل مراقبة الوضع، وجزء مهم من أنشطتنا يبقى فيما يخص التنسيق وآليات التنسيق. وقوات حفظ السلام تتحدث مع السلطات على جانبي الخط الأزرق لمساعدة في خفض التصعيد في هذا الوضع لنتجنب سوء الفهم، وآملين في تطبيق قرار 1701. نعم، مساحة سوء الفهم التي يمكن أن تحدث سيدة كانداس، مع من تحديدا تتواصلون بشأنها وما طبيعة الردود التي تحصلون عليها؟ المتحدثون هم السلطات وأطراف قرار 1701 والسلطات في إسرائيل ولبنان والحكومات الإسرائيلية واللبنانية. تحدثنا معهم وحثناهم على خفض التصعيد وهم يتحدثون معنا، ولكن يمكنني أن أكشف عن ما قيل في هذه المحادثات، ولكن نواصل حث الجميع على تطبيق قرار 1701 مصلحة كل من يعيشون على حدود أو بطول الخط الأزرق الآن. طيب سيدة كانداس، حينما يتحدث حزب الله عن مرحلة أولى من هذه الهجمات، ما الذي تفهمونه من هكذا تصريح؟ بالنسبة لنا من المهم أن نتذكر أن نعود إلى قرار 1701 هو مسار وقف العداوات، وهذا الخطاب الذي نراه حيث يكون هناك لاعبين مختلفين على طول الخط الأزرق يتحدثون عن خفض التصعيد، هذا يعني وضع أو تنحية الاختلافات جانبا والوصول إلى اتفاق لتطبيق قرار 1701 بشكل كامل. فهذا القرار منذ عام 2006 أدى إلى فترة من الاستقرار النسبي، ونؤمن أنه يمكن أن يكون فعال مرة أخرى إذا ما كانت هناك إرادة لدى الأطراف. إذا ما كانت هناك إرادة لدى الأطراف، هل تعتقدون أن الأطراف بين حزب الله، الطرفين بين حزب الله وإسرائيل، معنيون بإنهاء هذه المواجهات، أم تتوقعون أنه قد تذهب الأمور لحرب مفتوحة؟ سيدة كانداس، ما هي توقعاتكم بهذا الشأن؟
بالنسبة لنا الأطراف التي نتعامل معها هي أطراف قرار 1701 لبنان وإسرائيل، والأطراف أو اللاعبين المنخرطين في الصراع حزب الله وإسرائيل هما قد أوضحا كما أوضحت الحكومة اللبنانية أنهما لا يرغبان في حرب واسعة. لذلك هذا جزء من السبب الذي يجعلنا نعتقد أنه يمكن تجنب هذا الأمر، ونحتاج إلى أن يكون هناك تطبيق لقرار 1701، وكل الأطراف في إسرائيل ولبنان وكل اللاعبين يعتقدون أن هذا ممكن. نعم، خلال الأيام الماضية أو طوال العشرة أشهر الماضية سيدة كاندس تم استهداف عناصر تابعة لكم، من تحملون مسؤولية هذا الاستهداف وكيف تتعاطون مع هكذا ربما وقائع على الأرض؟ نحن مع الأسف رأينا مواقفنا ومركباتنا ضربت من خلال تبادل إطلاق النار من الطرفين خلال العشرة أشهر الأخيرة العشرات المرات، ونذكر الطرفين بمسؤوليتهم في حماية قوات حفظ السلام وأن يضمنوا أن لا يتم إيذاء المدنيين وقوات حفظ السلام. مع الأسف أو بشكل أو من الجيد أنه لم يتم إيذاء أي من قوات حفظ السلام، ولكن نحتاج إلى تأمينهم لكي يتمكنوا من مواصلة تطبيق قرار 1701. نعم، شكرا جزيلا لك سيدة كاندس أردل نائبة المتحدث باسم قوات اليونيفيل، شكرا جزيلا.